حبايبي، صباح الفل على عيونكم الحلوين. دلوقتي هنعمل تورته جميله جدا جدا جدا، مكوناتها بسيطه وحلوه قوي. معانا كوب لبن، كوبايه لبن، وكوبايه وربع سكر، كوبايه كاكاو خام، وكوبايه زيت نباتي، وعندنا 3 بيضات، وكيس نسكافيه. طبعا مش هنستعمله كله، هناخد منه معلقه واحده. تمام، اي نسكافيه كده يعني، قهوه دي سرعة الذوبان يعني. 2 فانيليا، وهنا عندنا 2 كوباية دقيق عليهم رشه صغيره من الملح. طبعا يعني الدقيق زي ما قلنا حبايبي، 2 كوباية دقيق عليهم رشه ملح، وبننخلهم. تمام كده. طبعا المفروض ان احنا برضو ان احنا بننخل الكاكاو مع الدقيق علشان تطلع تورتاية ايه، هشة وناعمة وحلوة. طبعا هناخد 2 معلقة خل صغيرين. تمام، نبدأ يا حبايبي. هنيجي اول خطوة. تمام، هنعمل ايه بالمضرب الكهربائي، وهنضرب. حطينا ايه الاول هنا في الطبق، حطينا 2 كوباية اللبن مع 1.25 كوب السكر. وهنعمل ايه يا حبيب قلبي؟ هنضربهم مع بعض علشان ندوب السكر. تمام، انا معلش بقى هقفل كده عشان الصوت، هضربهم كده وبعد كده هرجع معاكم. كده حبايب قلبي ضربنا اللبن مع 1.25 كوب سكر ضربا مبرحا. تمام، وبعد كده بنحط ايه بقى؟ نحط كده معانا 2 كوباية الكاكاو. ماشي، اوكي تمام كده. بنضربه تاني بس انا هقفل الصوت علشان ايه، اضربه وبعد كده نرجع نكمل. حبيب قلبي ناخد طبعا 2 معالق نسكافيه دلوقتي، قهوة سريعة الذوبان، 3 في 1، 2 في 1، اي حاجة ما فرقتش كتير. تمام، ونحط المعلقة على الخليط. بعد كده عندنا 2 فانيليا بنحطهم. وهرجع اضرب تاني وهقفل الصوت وبعد كده ايه ابقى اتكلم تاني. الحاجة التانية انا بقول اللي مثلا لو مفيش مضرب كهربائي مفيش اي مشكلة، طبعا عندنا في الخلاط بنحط المكونات زي ما احنا عملنا بالظبط، وبإذن الله تطلع زيها واجمل كمان. حبيب قلبي كده حطينا 2 معالق النسكافيه و2 كيسين الفانيليا، وضربناهم بالمضرب الكهربائي ضرب جامد جدا جدا. وبعد كده هناخد من الخليط ده 2 كوباية، ده لتزيين التورته في الاخر. تمام، وبعد كده هنرجع مع بعض تاني. كده حبيب قلبي خدنا 2 معلقة من الخليط، هنزين بيه بعد كده التورته. طيب اوكي ماشي. هناخد ايه بقى دلوقتي؟ هنكسر 3 بيضات وعليهم 2 معلقة خل ورشه ملح بسيطه حبايبي. وبكده الخليط يكون جاهز، حطينا 3 بيضات تمام ورشه ملح ومعلقتين خل. وبعد كده كنا ناخلين طبعا الكاكاو، وكنا ناخلين الدقيق وحطيناهم ودوبناهم حلو قوي. وزي ما قلنا مش قصه اني ما عنديش مثلا مضرب كهربائي، اللي ما عندوش مضرب كهربائي مفيش اي مشكله يعمل بالخلاط العادي، مفيش اي مشكله فيه. تمام، وبنخلي العجينه ايه بقى يا حبايبي، بنخليها حلوه كده ايه طريه، هوريكم ازاي. بنخليها السمك ده. تمام، بقيت معانا خليط التورته جاهزه، وزي ما احنا شايفينها متوسطه، مش ناشفه مش طريه قوي. تمام اهي ده الخليط المناسب والحلو. طيب هنبتدي دلوقتي، دهنا صينيه هوريها لكم، وبعد كده نحط الخليط. طبعا واحنا اثناء واحنا بنعمل الخليط ده بنكون عاملين ايه، سخنا الفرن عشان نحط التورته على فرن سخنه ما تكونش بارده عشان ايه ما تهبطش مننا وتبقى مش حلوه. وادي حبايبي دهنا الصينيه بمعلقتين زيت كده حلوين. ماشي، ودهنا طبعا كلها كده اهو خلاص. تمام، طيب هنبتدي نحط ايه، نحط الخليط بتاعنا.
حبايبي. حبيب قلبي، بعد ما طلعنا الكيكة من الفرن وقسمناها بالنص زي ما احنا شايفين، بس احنا هنقسمها 3 طبقات، تمام كده. دي الطبقة الأولى. عملنا ايه؟ كنا حاطين طبعا زي ما احنا قلنا 2 3 معالق كاكاو مع شوية لبن، ودوبناهم في بعض، وايه سقينا منها الكيكة حطينا عليها. وهنا بنعمل معانا كريم شانتيه. طبعا يا حبايب قلبي عايزين ايه؟ السمك ده، تمام كده. تمام، هندهن منها بقى كده ونعملها، وبعد كده نرجع.